لم تمت حبة القمح. الله معكم إخوتنا المشاهدين عبر وسائل التواصل بهالحلقة الثامنة يلي عم نحكي فيها عن الشهيدين، وتصور صرنا على آخر الطريق. أكيد تفاصيل أكتر رح بتشوفوها بالكتاب يلي رح بينزل قريبا وبيحكي تفاصيل أكتر من هيك. المرة الماضية كنا عم نحكي عن الميزة تبعهم، وحكينا شوي عن إيمانهم، عن القوة اللي ربنا عطاهم إياها على اتكالهم عليه، على تسليمهم لعيناته الإلهية، على محبتهم الأخوية للكهنة اللي كانوا معهم. واليوم رح نحكي شوي كمان عن ميزة تانية اللي هي محبة القربان. من هني وصغار تعودوا على محبة القربان، خاصة لما كانوا بالإكليركية الصغرى كانوا دايما بعد الغداء وبعد العشاء يروحوا يزوروا القربان بقلب الدير. وبآخر لحظات حياتهم شفنا كيف أبونا ليونار أول شغلة بيعملها بياخد القربان وبيروح بيخبيه بمحل آمن. وبعدين بقلب الحبس كمان أبونا ليونار والمطران والكهنة اللي معهم بيقدسوا وبيناولوا الناس اللي كانوا هونيك بقلب الحبس، وبآخر لحظة كمان لحظة الموت كمان القديس الأخير. أبونا توما كمان نفس المحبة كان عنده إياها للقربان، بس شفنا كيف بآخر حياته طلب من يسوع القربان أنه ياخد ألام الخور الأرمني ويعطيه لإله، يشيله عن الخور الأرمني ويعطيه لإله. وبالفعل ربنا استجاب لصلاته وأنه عطيه يحمل ألام الشعب كله سوا. فينا الميزة الأخيرة، فينا نحكي كتير بس ما رح نفوت أكتر بأكتر تفاصيل، رح خلي قسم لغير موضوع كمان. الميزة الأخيرة بدنا نحكي عنها هي البعد الرسولي. شفنا كيف كانوا هودي مرسلين كبار، شباب كانوا ماتوا بعمر الشباب، كانوا أشخاص خلاقين قدروا يخترعوا وسائل جديدة للرسالة. مثل ما لاحظنا في كتير أمور ما حكينا عنها بيحكوا عنها برسائلهم كمان، كيف كانوا يجربوا يعملوا الفحوصات تبع التلاميذ قدام الناس كلها سوا ويعملوا قصايد، كيف كانوا يجربوا يعملوها. وشفنا كيف كانوا مع الشبيبة، كانوا هودي فينا نسميهم مرسلين الشبيبة، كيف كانوا عم بيقضوا وقت حلو معهم حتى يجذبوهم للرب. وأبونا ليونار وأبونا توما بيخبروا عنهم كمان أنه قدروا حتى يعمدوا شاب مسلم كمان بأول سنتين من رسالتهم كمان. رغم كل أوضاعهم الصحية ظلوا مثابرين للآخر بحياتهم الرسولية. السؤال اللي بنسأله لحالنا، طيب شو أهميتهم بالنسبة لنا نحن لكنيستنا هلأ بالشرق وبلبنان؟ بلبنان إذا بدنا نحكي عن لبنان، نحن في عنا شربل يلي هو الحبيس، في عنا رفقة الألم، في عنا الحرديني المعلم اللاهوت، في عنا كمان الأخ إصطفان يلي هو الأخ العامل، وفي عنا أبونا يعقوب الطباوي يلي هو كان رسول لبنان، برم لبنان كله سوا، عم بيوعظ عم بيبشر بيعمل احتفالات وبيهتم بالمرضى المؤسسات، مؤسس راهبات الصليب كمان. هلأ مع هالأبوين ليونار وتوما في عنا نوع جديد من القداسة يلي هن المرسلين، الأشخاص اللي تركوا بلدهم حتى يروحوا يبشروا ببلد تاني. وفي عنا كمان بنفس الوقت الشهيدين، هودي شهيدين أعطوا حياتهم للكنيسة، مرسلين فينا نقول حتى الاستشهاد. هيدا نوع جديد من القداسة، وكنيستنا بلبنان وبالشرق بحاجة لقلهم أنه تطلع من ذاتها الكنيسة وتكون بشرقنا عم بتروح أتبشر ببرات حدودها، كمان تكون هي الكنيسة المرسلة مثل بكل معنى الكلمة. وأصلا كنيسنا الشرقية هي كنيس الشهداء، هون دعوة لقلنا حتى كمان مثلهم نكون صامدين وثابتين بإيماننا. الرب بيعطينا القوة بلحظة الصعوبة، بلحظة التجربة، نكون نحن قوية بإيماننا، ما نخاف لأنه الرب هو اللي بيقوينا. حتى بالأيام السلم بالأيام الحلوة كمان ما نلتهي بأمور تانية، نضل دايما ثابتين بإيماننا. الميزة الثالثة اللي فيها نحكي عنهم هي المحبة. مثل ما شفنا كيف ضحوا بحياتهم محبة بإخوتهم، كمان نحن علينا أن نضحي بحياتنا محبة بإخوتنا المسيحية، وخاصة بهالأوقات
يلي المسيحية دايما منقسمين على بعضهم، دايما في مشاكل بين بعضهم، دايما في حقد، ومنشوف كيف على وسائل التواصل الاجتماعي الحقد خاصة بين المسيحية. يمكن هلأ هالوقت انه مثل ليونار مثل توما نكون نحن عم نزرع المحبة، نقبل الاختلاف، نقبل اختلاف الآخر، نتناقش بالأفكار مثل ما كانوا هني يتناقشوا بالأفكار من دون ما نزرع الحقد ونغذي الحقد. فيك تكون مختلف عن الآخر من دون ما تكون بتكرهه، فيك تكون عندك غير فكر من دون ما تكون مزدوجين عم بتسب له. لكن هيدي دعوة حتى نحب بعضنا، نحب المسيحية إخوتنا، نحب بعضنا البعض نحن مثل يسوع، لأنه هيك بنكون تلاميذ حقيقية لإله. الدعوة الرابعة أو الخامسة هي ما تخافوا بوقت الاضطهاد. الرب هو بيعطيك القوة، الرب هو بيعطيك نعمة الثبات بالصعوبات. دايما يكون عنا استسلام بين ايدين الله، نوثق فيه، هو دايما بيقود حياتنا مثل ليونار ومثل توما. والنقطة الأخيرة اللي حابب هيك أقولها معكم، مثلهم هني وهن وصغار، يكون في عنا دايما الوضوح بشو بدنا، والوضوح بالقرار تبعنا والثبات بقرارنا للآخر. ما نضل يوم إيه ويوم لا، إن كان بالزواج، إن كان بالحياة الرهبانية، إن كان بالكهنوت، نكون دايما نحن قلنا نعم، نضل أمينين للنعم للآخر. هيدي رسالة ليونار وهيدي رسالة توما لإلنا، وبتمنى أنا وياكم فعلا أن تكون حياتهم أثرت فينا. في تفاصيل كتير ممكن نحكيها عنها، مش وقتها هلأ، يمكن ممكن نرجع لها بحلقات جديدة. بدكم تفاصيل أكتر على الإنترنت بتلاقوا كتير عنه، يمكن رح بيصير في أكيد حلقات جديدة عنها، وكتابي يلي أكيد فيه أمور علمية أكتر رح بينزل قريبا كمان بتفاصيل كتيرة، يلي بيحب فيه يقراه، في يتعرف عليه أكتر، وبتشوفوا الأبحاث الجديدة يلي عملتها ويلي بتعرفنا عليهم. من هلأ لوقتها بقلكم ربنا يكون هو قوتنا، بصلوات إخوتنا ليونار وتوما يلي هن أكبر مثال لإلنا، وهن رجاء جديد للبنان وللشرق. والله معنا.